وقد تم إيقافها يا مولاي. الفتنة في الشام نائمة، وإن تم إيقافها الآن فهي كدافن الجمر تحت الرماد، لا بد أن تشتعل. صدقت يا مولاي، صدقت. كلما خمدت أوقظت بين هذا وذاك، صدقت. ليت لي قوسا أوتره فأرسله إلى الشام ليقتل من يوقظ الفتنة هناك. أنا قوسك يا أمير المؤمنين، سهمك الذي لا يخطئ وسيفك الذي لا يثلم. أنت لها يا جعفر، ولكن هل أنت قادر على الإصابة بدقة وأنت ما زلت مريضا؟ لقد عافاني الله يا أمير المؤمنين، وأنا لا أقبل أن أصيب إلا في القلب. وأنا في قلب القلب. أجاهز للمبارزة؟